السلام عليكم. سامسونج جالاكسي أو هواتف سامسونج جالاكسي تحقق أرقاما قياسية في الإيرادات للربع الثالث من 2022 رغم تراجع الأرباح. إليك كل التفاصيل في هذا الفيديو وأكثر، سوف تشاهدون إن شاء الله أعزائي الكرام. ولكن قبل ما أتمنى منكم دعم القناة بقوة لكي نصل بسرعة ل 100,000 مشارك فضلا منكم وليس أمرا، بالضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس واختر الكل وتوت أو آر، ولا تنسى أنه الآن يمكنك دعم القناة عبر الضغط على زر الشكرات ميرسي أو تانكس، وتابع الفيديو حتى النهاية. نشرت سامسونج تقرير أرباحها للربع الثالث من هذا العام، وكشفت الأرقام عن أكبر إيرادات تم تسجيلها على إطلاق في فترة الثلاثة أشهر هذه، والتي بلغت رقما قياسيا أعلى من السنوات الماضية. فقد أشار التقرير الرسمي من الشركة إلى تحقيق سامسونج إيرادات تبلغ 54 مليار دولار، ما يعادل بالعملة الكورية 67 تريليون وون كوري، ومن الواضح أنه أعلى بنسبة 4% مقارنة بالعام الماضي. وهذا ما يخص الإيرادات فقط، ولا يعني أن الربح كان أكبر من السنوات السابقة، فالربح التشغيلي يختلف عن الإيرادات الكلية، تختلف عن الربح التشغيلي الذي شهد انخفاضا واضحا عن الربع الثاني لنفس هذا العام أو حتى نفس الربع الثالث للعام الماضي. سامسونج تعترف بانخفاض الأرباح رغم الإيرادات القياسية. كما قلنا لكم، لم يكن الربح التشغيلي رائعا، حيث حققت الشركة 10.85 تريليون وون كوري أي 7.6 مليار دولار بين يوليو وسبتمبر، وهو أقل بنسبة 23% من الربع الثاني، وأقل بنسبة 26% عن الربع الثالث من عام 2021. حققت الموبايل اكسبيرينس ربحا قويا مدفوع بالمبيعات الممتازة جدا للأجهزة القابلة للطي مثل الجالاكسي زي فليب 4 والجالاكسي زي فولد 4، بالإضافة إلى سلسلة ساعات الجالاكسي واتش 5 الجديدة القابلة للارتداء وسماعات الجالاكسي بادز 2 برو. ساعدت هذه الهواتف أيضا قسم العرض في تحقيق زيادة في الأرباح، لكن أجهزة الشاشات الكبيرة، أجهزة التلفزيون والشاشات، شهدت في الواقع انخفاضا في أرباحها إلى النصف. التوقعات للربع الرابع من عام 2022 هي عدم استقرار الاقتصاد الكلي واستمرار القضايا الجيوسياسية في التأثير على التجارة العالمية، ولكن مع ذلك يمكن لنا توقع نمو ربع سنوي بسبب مبيعات نهاية العام في عطلة عيد الميلاد السنوي. وتخطط الشركة أيضا لتوسيع مبيعات الأجهزة اللوحية، بينما تستمر الأجهزة القابلة للارتداء في نموها. وذكرت سامسونج أيضا أنها تخطط لتعزيز تجربة الاس بين دعم القلم لعام 2023، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو كبير في الإيرادات. ما رأيك بأرقام وإحصائيات سامسونج لهذا العام؟ شاركنا عبر التعليقات ولا تنسى دعم القناة. أحبكم في الله، مع السلامة.